فيك وأحسن الله إليك. سؤال أفراد سألك حولي هي سلق النبي عليه الصلاة والسلام ما اللي سكت في كراه ما بنانتها إن اللي سكت فيه. تفضل. الحمد لله. ها قاعدة الشرعي وحكستو أذكاره يوحكستو الدعاء وأن دمبي كتشرين البنات حديثك يا مولانا يا عفن المالك وهانا واكيها لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا وحن لا يسكو آخريو والله يسكو توف أما الدعاء لا آخرياي هذين شرك كتشرين نبما لها صلى يصلي النبي عليه الصلاة والسلام أذكار تقيم أبدا أغنى فرد أبدا شرعنا ماشي وين كتشوكته وكم يدي لك أذكار تصبيح ذا هي قرآن كا اللي هو أقرنا إيوه بقول له مدي هاي أذكار مشروع هذا يقف أنت اللي هو أخريه رقية الله وصى ما ينكر ويو ذكر عبادي له اللي هو دواري وعندنا أذكار عبادي له اللي هو دواري بالله توفيق. جزاك الله خير الجزاء بارك الله فيك شيخنا سائلك شنا دحولي هاي النور بالوقت إجا صباحي فدي يجيف بوان لا أودي له صلاة دمسي أن أتوك هذا أقوان الله هاي استاج مكوت كان كراه الحمد لله. طبعا صلاة وحالة كذا فتقوا الله ما استطعت. حديث عمران بن حسين واقعها صلي قائما تاقني كتب فإن لم تستطع دا تاقني أولي وين فجالسا فقاعدا هذا فلي فإن لم تستطع على جنبي صلاة سيك وقبتا لوت كذابي صمار بن الله قفك هدو تاقني ظهر ويستاقيا هدو الركوع كرو الركوع يا انت كدب هدي وحي فردي هاي ودنا ينا الصورة قال هاي مدحو إشارة يومي وإيماء وتيتا دقالك قفكي سفرتا يقاديدك صار راب الله وقال هذي يومي وإيماء وإشارة يا مدحو كتل المامية وتي الله وقال هذي وقف أي أسورة قلي ويدي أما الصنع إنا يتاهي درت يظروف ذو كتر لو تخفيفي ولو في ذي هدي وفري سنكرو وفريسان ايا هدوس السجودي كريم فرد غاسو كسي اشار ايا انت اوودنا وصمين ايا انتو سن اوودنا ايا الركوع اما السجود يا وحي اللهم الدهوة واشار ايا مدح السجود يا الركوع دانا هدو اوودا وسيكلا يرهو سيسين ايا وبالله توفيق. جزاك الله خير الجزاء.